كنبغي نشكر هشام سرال يعني اللي طبقت الفكره هذه زعما وحطها في ارض الواقع بحكم انها فكره اللي ما قليله ما كناش كنشوفوها وكنتمنى انه من راسي ومن زعما من راسي ونجبد نقول كاع الفنانين انهم يبداو يديروا واحد المبادرات لان باش دير يعني واحد مثلا اسبوع في واحد المركز اللي الناس محتاجين بحال هاد الحفلات محتاجين بحال هاد محتاجين يشوفوهم يجوا ونشوفوهم ونعرفوهم وكنبغي نشكر هشام بالدعوه. بالنسبه لي انا باش نرجع للسؤال ديالك اش كيمثل لي فخر بالنسبه لي انني نجي نشوف هاد الاطفال ونشوف هاد المركز بحكم انني اول مره كنجي له كنسمع به وهذا وهذه مناسبه كنشكر هاد الناس هادو اللي عرضوا عليا. اول حاجه كنبغي نشكرو على هاد لافيتاسيون اللي داروا جمعنا كفنانين هاد الحاجه اللي هي انا بالنسبه لي شي حاجه احسن من انك ديرها مع العائله. فهو قرر انه يديرها مع وسط واحد الناس اللي هما محتاجين هذا الشيء اللي دار لهم دابا وهاد يعني محتفلين هذا الاحتفال ومحتاجين هذا الشيء. فانا كنقول ليه برافو حيتاش فكرتي في هذه الناحيه. اول حاجه كنباركوا ليه على المولود ديالو الجديد وفرحنا حيت دار شي حاجه بحال هكا. جينا حتى حنا واخا نفرحوا غير شويه هاد الدراري الصغار وصافي نفرحوا معاهم حتى حنايا وصافي. احنا فرحانين جايين اليوم نتقاسموا الفرحه مع الدراري الصغار وحنا كاملين كنحسوا بهالشي عائله وحده وكنباركوا لهشام صرا من هاد عجبني الحال هذاك الفنان كبير وكمبدع ديال كي كنتي كوليتي عجبني من هذا العمل الخيري ديال مركز حمايه الطفوله بن سليمان وحمايه. انا كنت هنايا في النزلاء ديال هنايا كنت في النزلاء ديال هنايا والحمد لله ربي نبهو ودار واحد الخير كثير عجبني هذاك السيد بزاف دخل ليا في خاطري هذاك السيد.